تعود المعارك اليومية ذات النفس الطويل إلى بداياتها في محافظة شبوة. معارك ليست بجديدة من حيث التجهيز العسكري والجاهزية القتالية، إذ تشهد جبهات مديريتي عسيلان وبيحان معارك متقطعة لا تكاد تتوقف، فعلى الرغم من المحاولات الكثيرة التي تقوم بها الميليشيا للالتفاف واختراق صفوف الجيش، إلا أن قوات الجيش أكدت تصديها لتلك المحاولات، وأعلنت تقدمها أيضا باتجاه خطوط التهريب التي قالت إن الميليشيا تستخدمها في تهريب الأسلحة والمخدرات، خصوصا خط بيحان الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب، فيما تمكنت الفرق الهندسية من نزع 600 لغم زرعتها الميليشيا في المناطق المحررة. أما على الجانب التكتيكي فالواضح أن قوات الجيش تتحول من وضعية الدفاع إلى الهجوم بعد ركود طويل لوحظ في الفترة السابقة في جبهات كثيرة. هذا التحول تسبب بخسائر كبيرة في صفوف قوات الانقلاب، وتسبب أيضا في فرار عناصرها من بيحان إلى البيضاء، المحافظة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين منذ أكثر من عام. التماس مع العدو، يعني ليليا اشتباكات مع حنية، وينزل معنا جبهة من الخلف قدا ذهب، يعني بعض قواتنا هناك سريات الاستطلاع والمهنزين مهنزين الغام. تستمر المعارك إذن في شبوة، واللافت أن الميليشيا ما تزال تدفع بجميع قواتها إلى هذه المحافظة باعتبارها آخر جبهات المحافظات الجنوبية تواجداً لجيوبها.